أنا إنسان في حالي في بالي، الزيك الزيك ويا ربي استيري. كلمتين رد على التيك توك لأنهم أغلقوا حساب من حساباتي، اثنين، واحد احتياطي وواحد موجود لساته بدون ذكر الأسباب. فيش أسباب، فيش أي شيء، مجرد تسكير للصفحة. أنا إنسان أكاديمي طول عمري، زائد مباشرة بتعامل مع الحالات. التفرغ الأكاديمي معناته تعليم، معناته تدريس، والشغلات اللي بدرسها وبعلمها هي شغلات صحية، معلومات عامة ومعلومات دقيقة بتتعلق في العلاجات الطبيعية، كتمارين، كأعشاب، كزيوت، كطرق علاجية تانية بشكلها الطبيعي. هذا هو محتواي التعليمي من 30 سنة، وأنا مدرس، بدرس في الجامعات، بدرس طلاب دكاترة اللي يتخرجوا ويكونوا يا إما فيزيوثيرابيست، معالجين طبيعيين أو معالجين حركيين أو معالجين وظيفيين أوكيبيشنال ثيرابيست، أو دكاترة عامين أو مختصين أعصاب يتثقفوا عن العلاجات الطبيعية. التعليم والتدريس بيفتح لنا المجال إن نتعرف على علاجات مختلفة وطرق تانية، وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر بنسمعها من الأطباء طول عمرنا. تدريسي لهذه الطرق اللي هي معمول فيها بشكل رسمي وتدرس بشكل رسمي، كل اللي بندرسه مبني على الأبحاث ومبني على المراجع التعليمية. أنا أستاذ، يعني أستاذ أبن عن جد، مدام أستاذ معناته بتتقيد في القواعد الأكاديمية في التدريس. يعني أي معلومة بدي أعطيها أو تطلع من ثمي أو من إيدي كتابة تأليفا بدها تكون لها مرجعية علمية، وإلا بفقد مصداقية شهادتي وشهادة الدكتوراه. بلشنا الصدقة التعليمية هذه للصحة والعلاجات من 5 سنوات، وكانت صدقة جارية على روح الوالد. أول ما بلشت الصدقة هذه وعلى الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والإنستغرام، حاطت الصفحة لقبي كلقبي، واحد معه دكتوراه، بحط دكتور محمود سوس وبين قوسين PhD، يعني دكتوراه في العلاج الطبيعي. هذا اللقب الرسمي لإلي. أول احتجاج أجي على هذا الرقب دكتور، لأنه الدكتور لقب دكتور محمي في نورث أمريكا، لا فقط الطبيب العام، الطبيب المعالج. ممنوع حدا يحكي عن حاله دكتور وهو ما بيعالج وهو مش طبيب عام. بس ففي هاي الحالة وجه لي الكوليج أو النقابة تاعت اللي بتحمي الناس وبتحمي الأخصائيين، اللي هي ضد الأخصائيين، الدكاترة، الفاميلي كوليج. هاي النقابة وجهت لي رسالة إنه هل أنت فاميلي دكتور؟ قلت لا يا عمي، أنا مش فاميلي دكتور، أنا دكتوراه، وعشان هيك حاطط لقب دكتور وحاطط بين قوسين عشان لا يساء الفهم، PhD فيزيوثيرابي. هل هذا مش قانوني؟ قالوا لا، هذا قانوني، بس الافضل عشان تمنع الشبهات والناس يفكروك دكتور، خلاص يستخدم اللقب الاصلي تاعك اللي هو لقب بروفيسور، حاصل على دكتوراه وعامل ابحاث ومؤلف كتب، فهذا اللقب العلمي المفروض تحطه بروفيسور. وانا كنت رافض احط بروفيسور، مش عشان بديش حدا
يفكرني حاطط بروفيسور وقاعد بكبر بحالي ومش عارف ايش لانه المحتوى تاعي محتوى بسيط يعني العلاجات الطبيعية البيتية، فما بدي اصد الناس واعطيهم فكرة بروفيسور، فانا مش تاع المظاهر الفارغة هذه. بس هم اجبروني احط بروفيسور على اليوتيوب، بروفيسور على الفيسبوك، بروفيسور على التيك توك، يعني هاي مش من ارادتي، هذه من ناحية قانونية لازم احط بروفيسور. فما وبالرغم من هذا يعني بروفيسور ما توقعت يجيني مثلا تعليقات سلبية او اي شيء، يعني شو شايف حالك وكذا دكتور بروفيسور، والحمد لله يعني ما في نهائي 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 اي تعليقات سلبية على اي لقاء بنحطه، سواء على اليوتيوب سواء على الفيسبوك سواء على التيك توك. التعليقات السلبية الغير ايجابية او اي حدا بتعارض مع الافكار هذه اللي بنحكيها ما مش موجود، يعني مش معقول. يعني الناس كل اللي بسمعونا اكيد فيهم دكاترة، اكيد كلهم متعلمين ما شاء الله، كلهم مجربين وكلهم كذا، يعني غريب انه يعني ما في ملاحظات سلبية، وهي الحمد لله يعني هاي الشغلة اللي تبسطني. بمجرد ما أشير أشوف تعليقات سلبية والناس قاعدين يعني ممكن مش عاجبهم بعض الطرق العلاجية هذه أو شايفينها غلط وممكن تضر في صحتهم وتضر في صحة المرضى، في هاي الحالة أنا برتاح، لأني ممكن إذا زادت هذه التعليقات بتشيل العتب عني، العتب عني خلاص ببطل أطلع كل يوم 4-5 مرات، ببطل أجاوب على الأسئلة كالمعتاد، بصير في عندي عذر مش ماشي الأمور ومش مقنعة. إحنا شو اللي بدنا إياه؟ بدنا إياكم وبدنا أي واحد يسمعنا يستفيد ولو شغلة بسيطة من هاللي بنحكيه. بمجرد الاستفادة احنا حصلنا على اللي بدنا اياه، هذا هدفي كأستاذ، اني اوصل المعلومة وما اخليها مخزنة في دماغه. الواحد ميت وبده يترك وراء علم ينتفع به من الناس، وهذا العلم بالذات، هذا العلم اللي هو العلاجات الطبيعية، هاي علوم حديثة ومستخدمة في كل العالم، بس عنا في الوطن العربي في الدول العربية مش متوفرة ومش مستخدمة، وأي واحد أي واحد بيحاول يطرحها، وأنا كتير حاولت من خلال عمل الأكاديمي في الجامعات ومدير قسم وعميد، حاولت أدخل الحجامة على الخطة الدراسية، حاولت أدخل تخصصات مختلفة، بس كله مشى في الرفض رفض 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 رفض، كله بيروح لطرق علاجية تانية. لا، الطرق العلاجية الطبيعية ما حدا معني فيها ولا حدا بعطي تراخيص بالشكل المفروض يعطوا، اللي ينموا هذه الطرق مش يخلوها محكورة على نصابين والدجالين. لا، يعني هو تنظيم عملي العلاجات هذه، تنظيمها وتدريسها والرفع من مستواها، احنا بنحكي عن علاجات طبيعية من بينها الحجامة والعلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، مراعاة او عناية المسنين، رعاية الجليس للألزهايمر، في تخصصات كتير مفقودة عنا في كل الوطن العربي. مش بس هي التخصصات مفقودة، المعلومات عن التخصصات هي المفقودة كمان. يعني المفروض كل اي واحد طبيب بتخرج من كلية الطب يبقى عارف في كل العلاجات الطبيعية. ما في طبيب عظام ولا سواء جراح او طبيب جراح اعصاب او طبيب جراح باطني او طبيب جراح غدد او طبيب مخ واعصاب، كل هذه التخصصات العلاج الطبيعي لإلهم هو الأداة المساعدة اللي بتسبب انه الحالة حتتشافى وبشكل اسرع واحسن وافضل،
إذا استعانوا في العلاجات الطبيعية قبل العمليات وبعد العمليات، قبل المرض كوقاية وبعد المرض. فيش مرض ممكن إذا بدنا نحكي عن تشافي تام إلا لازم العلاج الطبيعي يدخل في الموضوع كعلاجات طبيعية. فيش مستشفى محترمة حالها إلا بتلاقوا فيها في داخلها دائما موظفين علاجات فيزيائية، وكل يوم الصبح بلفوا على كل الأقسام، سواء الجراحة سواء الأقسام التنفسية أو أقسام جراحة العظام أو أقسام الروماتيزم أو أقسام الدماغية والعصبية، يعني كل الأقسام بتكون مفتوحة وبشكل كبير لاستقبال هذول الناس. على كل للحديث بقية إن شاء الله، نراكم غدا بصحة وعافية. تحياتي للجميع، سلام. Love!